دائما جمال كل الوجه ما بيكمل إلا بجمال الأسنان وطبيعة الأسنان وتنظيمهم. صح كتير منشوف صار في كتير قصص لتنظيم الأسنان، وإن كان فينير وإن كان التلبيسات اللي بنعرفها، ولكن زراعة الأسنان دائما نحن بنقول إنه زراعة الأسنان هي مكلفة جدا ومنروح فيها للحل الأخير، ولكن يعني بتعرفي إنه طبيا إنه هي الحل الأول؟ يعني اليوم دكتورنا حيفسر لنا شو يعني الحل الأول. هلا يمكن لما نحكي عن زراعه الاسنان نحن بنفكر انه بس ينتهي السن كانه حاله اخيره الواحد اسعافية انه ما ضل شيء من السن، فنحن بدنا نضطر نروح للموضوع زراعه. مثل ما ذكرتي ناس كثير يمكن بتخاف من موضوع التكلفه، وحتى صحيح. مو بس التكلفه، الالم الكبير يلي بيصاحب هاي العمليه. اليوم دكتورنا وضيفنا حيوضح لنا هدول النقاط، وحنعرف اكثر شو كيف نحن اليوم قادرين نبلش هي الزراعه وباي عمر، الاسباب اللي ممكن تخلينا انه نحن اليوم نقرر انه نروح لموضوع الزراعه بالإضافة للمضاعفات، وأيضا ما بعد الزراعة شو ممكن تكون أثارها على جسم الإنسان وأيضا على الوجه. أكيد ضيفنا لليوم الدكتور محمد تمام رحال، أخصائي في زراعة وتجميل الأسنان. يسعد صباحك دكتور. صباحك يا رب. زارع أسنان أول شيء كان نحل الأول. يسعد صباحك دكتور. صباحك يا رب. أهلا وسهلا فيك. خلينا هيك طبيا أول شيء نعرف موضوع زراعة الأسنان شو هو. زراعة الأسنان هو استبدال الفاقد السني بزرع مصنوع من مادة التيتانيوم التعويض عن فقد الأسنان، فينا نعرفها ببساطة بهذا المصطلح. تمام. عم نحكي نحن اليوم عن زراعة. اليوم المريض قبل ما يدخل بهذا الموضوع بيفكر صح انه هو شو بده تماما، وايضا بده يكون في اشراف طبي. ايمت اليوم نحن او المريض بيقرر انه انا اليوم بحاجة هاي الزراعة باستشارة مع طبيبه؟ اكيد اليوم نحن الحل الأفضل والأمثل للتعويض عن الفاقد السني هو أنه نلجأ لزراعة الأسنان. ما في مبرر أنه أنا، وبالأخص إذا كان فاقد سن مفرد، فأنا ما في مبرر هدم سنين مجاورين لعوض عن سن مفرد وحيد. بالإضافة لميزة زراعة الأسنان اللي هي أنه ممكن تحافظ لي العظم السنخي الموجود لفترات أكبر ولوقت أطول. إمتى فينا نبدأ؟ البداية بتكون بيننا وبين مريضنا بالتقصي عن الأمراض العامة، بالتقصي عن القصص الوراثية اللي ممكن تتداخل معنا بعمليات زراعة الأسنان، انتهاء بالصور الشعاعية المحوسبة لقياس طول وقطر ونوع العظم المضيف اللي بدنا نزرع ضمنه. طيب دكتور، خلينا نحكي عن طريقة زراعة الأسنان والمدة اللي بتكون. مثل ما ذكرنا بالبداية لما نحكي عن موضوع زراعة الأسنان فورا المريض كتير بيخاف وبيحاول قد ما فيه يهرب من هذا الإجراء. خلينا نحكي هيك يعني نبسط للمشاهدين كيف بيتم هذا الاجراء، شو المراحل يلي بتصير والمده الزمنيه يلي بيحتاجها. تمام. الزرع السني مثل اي علم خضع لتحديثات كثير كبيره. بدايه كنا نحكي عن زراعه تحت سمحاقيه واشكال وانواع كبيره ومختلفه، وصلنا اليوم لزراعات تشابه شكل السن بشكل كثير كبير. وفي عندنا صف طرق كثيره ومتنوعه للتعويض ولنقدم لمريضنا خدمه افضل. منا الزراعه البسيطه، منا شيء بنسميه زايكوماتيك امبلانت، منا الزراعه الموجهه بالحاسوب الجايدد امبلانت سيرجري اللي هي عمليا توجه الحديث نحو عم يكون. طيب دكتور، حضرتك عم تذكر انواع كرمال نحن نبسط الفكره اكثر لكل حدا عم يشوفنا، خلينا هيك ولو باضاءه بسيطه على كل نوع انه شو هذا النوع بالضبط طبيا. طبيا هلا زراعه الاسنان خلينا نحكي مثلا كاجراء زرع السني. بعد ما انا وصلت لمرحله تقصيت الامراض، جهزت مريضي، اخذت صور المحوسبه، بلشت الفكره انه نرفع الشريحه، نكشف العظم السني وندخل ضمن دريلاتنا وننزل زرعتنا بالشكل المطلوب. صفى اليوم التوجه لشكل اكبر، انه انا ما بدي افتح شريحه سن، ما بدي ازيل شريحه، ما بدي اتعرض لخياطه. ممكن مثلا انا تسحط ايدي اثناء العمل نوعا ما، ترتجف ايدي، مريض يحرك راسه بحركات غير اراديه نتيجه دكتور. العمل رحنا لشيء اسمه الجايدد سيرجري اللي هو بينعمل جهاز بفك المريض بشكل كثير دقيق، وبتتحدد موقع الزرعه السنيه بشكل كثير دقيق اللي بدها تنزل ضمنه، وبالتالي انا بس عم وضع جهاز ضمن فك المريض وزرعتي معروف وين مكانه وشو قطره وشو محوره وشو اتجاهها، بتنزل زرعتي ببساطه وبسلاسه. فينا نطبق هاي الشيء على كل الخيارات؟ اكيد لا. حاليا في امور بتطبق وامور لا. طيب دكتور، خلينا نحكي عن مخاطر زراعه الاسنان الموجوده. مخاطر زراعه الاسنان، نحن بمخاطر زراعه الاسنان فينا نحكي عن شيء معمم بالجسم بشكل عام وعن شيء موضح. الشيء المعمم هي الامراض اللي ممكن تتداخل معنا مثل السكري غير المضبوط، مرضى هشاشه العظام، المرضى اللي بتناولوا ادويه البيوفوسفونات، والاهم من هالشيء كله اذا كان الطبيب ما قدر يتقصى قصه مرضيه صحيحه او المريض ما اخفى معلومات عن طبيبه بالاستجواب المرضي، ممكن تؤدي لنتائج تكون سلبيه جدا على الطبيب والمريض.
دكتور عفوا معناتها موضوع الزرع ما بيتطلب تحاليل، يعني انه يشوف الدكتور ما يعتمد على القصه المرضيه اللي بيحكيها الطبيب، كانوا عم نحكي عن شوي اجراء طبي شوي حساس. نوعا ما كلامك الى حد ما صحيح، بس مثلا فينا نحن نقول مريض تعافى من هشاشه العظام من 3 اشهر، انا نتيجه التحاليل الطبيه ممكن ما اكشف انه كان مصاب بالفتره السابقه، انا طبيا لازم انطر 6 اشهر تمام. ما يكتفي بالموضوع للثلاث شهور. هذا الشيء بينطبق نفس الفكره على مرضى الذبحه الصدريه، على مرضى احتشاء عضلات القلب، كثير هي الامور. هي التحاليل ممكن ما تعطيني مشعر دقيق لحاله طبعا. المريض. طيب دكتور خلينا نوضح اكثر، هي الامراض اللي ذكرتها كيف بتاثر على موضوع الزراعه مثلا هشاشه العظام؟ هلا نحن موضوع نجاحه الزراعه السنيه، انا ما بقول عن زراعه سنيه ناجحه الا اذا تم عليها عمليه اوستيو انتجريشن اللي هي اندماج عظمي. فأنا إذا العظم اللي بدي أزرع ضمنه أساساً مصاب ما فيه نقاط تثبيت كافية، كيف بدي أحكي عن نجاح زراعة سنية؟ أكيد رح يصير فشل، رح يصير فيلر للإمبلانت. تمام. طيب دكتور قبل ما نفوت أكثر بموضوع الزرع ونشرح أكثر، أخذينا اليوم سي جي عام نحن أنه هو الحل البديل والأنسب، ولكن مثل ما قلنا بالمقدمة دائماً الناس تستغرب أنه كيف الحل الأول؟ يعني احنا مثل ما قلنا احنا بنروح بحاله اسعافيه انه خلص ما بقى في جسر، ما بقى في اسنان اضراس نقدر نركب الجسر فوق، فبنروح لموضوع الزرع. اكيد. فكيف اليوم هي طبيا الحل الاول؟ اكيد. هلا اليوم الطب كثير تقدم، انا اذا بدي احكي عن زرع سنيه وبالاخص كثير من كثير بنركز على فكره اذا كان الفقد سن مفرد، فانا مو من المقبول اني هدم سنين مجاورين لعوض عن سن وحيد. افقد وظيفه سنين مجاورين انصح التعبير لعوض عن سن مفرد، هي اولا. ثانيا من اهم اعظم ميزات الزراعات السنيه انه هي بتحافظ لي على العظم المحيط، العظم السني السنخي موجود بوجود السن ويغيب بغيابه. تمام. ويغيب بغيابه، فانا بزراعات السنيه هي متحافظ لي على العظم الموجود لاكبر حد ممكن. تمام. حتى على سلامه الجهاز التقويمي كله للاسنان. الجنبو يعني. أكيد الأسنان مثبتة ضمن العظم بأربطة سنية، هي معنى شيء مندمج بالعظم بشكل كامل، فإذا صار في مجال للحركات الأفقية أو الشاقولية ممكن الأسنان تتحرك باتجاهها، وكثير بنشوف أشخاص تعرضوا لفقد سني وما عوض عن هاي المنطقة، بنلاحظ بعد فترة إنه صار في ميلان واضح بالأسنان. طيب دكتور شو سبب التكلفة العالية لعملية الزرع؟ الزرع مصنوعة من مادة التيتانيوم اللي هو أساساً غالي، وسطحه بيعالج بكتير أمور، SLA، الحمض، الليزر، بكتير أمور ممكن تنضاف لهي التكاليف العالية، بالإضافة موضوع العقامة كتير كبيرة. نحن بحالة الزرع السني نحتاج إلى عقامة مطلقة نوعاً ما، هي كلياتها تكاليف إضافية. وإذا اليوم نحن بدنا نحكي واقع، فإذا عم نحكي عن جسور من النوعية الجيدة مع معالجات طبية جيدة للأسنان اللي حتحمل الجسر هاي، فنحن عم نحكي عن تكلفة متقاربة بين الزرع والجسر. طيب دكتور تقريب يعني هي الأسعار يمكن حتكون متفاوتة اليوم بين طبيب وطبيب وعدة أمور أصلا حتى يعني تقريبا مخبر يعني. صحيح. يعني قديش ممكن تتراوح، عم نحكي عن السن زرعة السن يعني حتتراوح بين يعني كذا وكذا سعر. تماما الرقم قديش عم يكون، أنا عم بسمع أرقام فلكية يعني ممكن تكون. صحيح. هي نوعية الزرعات كتير في هامش رقم كتير كبير بيناتهم بالتفاوت، بس فينا لحنا فينا ما نحكي عن الزرع السني بشكل مفرد. ببداية الحلقة حكينا عن الأسباب العامة للفشل السني، في أسباب موضع مريضنا مثلا على أسنانه فقد أسنانه لسبب أو لآخر وما عوض، بعد فترة إجا يزرع هون بيكون صار في عندي تراجع عظم، ممكن أنا ما أقدر أحط زرعتي نتيجة وجود معالم تشريحية وحيوية مهمة، قناة العصب السنخي السفلي، الجيب الفكي بفك العلوي، فأنا هون بحاجة إني أرجع أبني هذا العظم هي ولا يستقبل زرع سني، هي كلياتها تكاليف تضاف لعملية الزرع السني. فتختلف بين مريض وآخر وطبيب وآخر وبين نوعية هي المواد نفسها، هي المواد كتير متنوعة، بحر من المواد. وهون نحن دورنا كأخصائيين زرع نختار لمريضنا النوع الأفضل والزرع حكيم بتخير مريضك اليوم بالأنواع، بتشرح له يعني هاي القصة. أكيد. أكيد لحنا في أنواع وفي أسعار. أكيد نحن بس وصلنا لموضوع صورة CBCT، قصينا عن القصة المرضية بشكل كامل وعرفنا أنه اليوم مريضنا هو زرع جاهز ليدخل لعملية الزرع السني، ناخذ صورة CBCT وندرس منطبق نظام الزرع على الكمبيوتر ومنخيره، عندك نظام 2-3 وكل نظام شو تكلفته وتفصيله بشكل كامل. طيب دكتور خلينا نحكي عن الإجراءات والنصائح اليوم يلي بتكون قبل عمليات الزرع وبعد عملية الزرع.
تمام. هلا نحن كاجراءات مثل ما حكينا تقصي قصه مرضيه كامله اثناء وكثير بنركز على فكره النظافه الفمويه، لازم يكون انا عندي بيئه فمويه جيده على الاقل لقوم بعمليه الزرع السني. بعد عمليه الزرع السني هو ما كثير بتختلف، طبعا بتختلف الاجراءات بين مريض ومريض، كل مريض بياخذ تعليماته بشكل مكتوب بشكل خطي، ممكن انه نفصلها او انه نحكي بشكل عام انه نحافظ على نظافه فمويه جيده، نستعمل المعقمات الفمويه المتنوعه، هون بنركز على فكره كثير مهمه، انه مضامد الكلورهكسيدين او المضامد الشائعه بالسوق لا تستعمل لاكثر من اسبوعين متتاليين. بعد فتح العلبه قصدك؟ بعد فتح العلبه؟ لا لا بشكل عام المريض ما يستخدمها كمده زمنيه، يمضمض فيها كل يوم، ممكن يكون لها اثر سلبي اكثر من افادتها اذا تجاوز هذا الموضوع الاسبوعين. حتى في مدارس ثانيه بتقول لك انه مرتين ضمن الاسبوع الواحد، بس كونه في عندنا عمليه زرع سني وانا بحاجه لوسط عقيم نوعا ما، فنحن بنسبح بنسمح ومنوه للاسبوعين نستعمله مو اكثر. خلينا نحكي عن الاشخاص اللي عندهم امراض مستمره ومزمنه، مين الاشخاص اليوم اللي هم غير قادرين انهم يفوتوا بموضوع الزرع؟ يمكن مريض السكري كثير لازم يكون الطبيب حذر معه بالتعامل اثناء الزرع، صح دكتور؟ اكيد. هلا في ما في نحن عندنا اليوم شيء اسمه مضاد استطباب مطلق الا بحالات كثير حالات خاصه كثير وقليله نوعا ما. نحن فينا نقول السكري بنوصفه بشكل ادق سكري غير المضبوط. صحيح. انا السكري المضبوط فيني ازرع له، وقت بيراجعنا مريض ضمن العياده عنده مريض سكري او مثلا خلينا نحكي عن مريض الغدد وما اكثرهم اليوم اللي بيتعالجوا بمشتقات التيروكسين، بيكون في تعاون بيننا وبين طبيبه المشرف عليه، الطبيب العام المشرف عليه، لنضبط له السكر ونوصله لبنيه لبيئه سليمه لقدر انا انزل زراعتي بشكل امن. شو غير السكر دكتور اليوم ممكن تمنعك انك اليوم تاخذ هذا الاجراء؟ هشاشه العظام اليوم كثير منتشره. عم نحكي اليوم عن عمر معين او لا بموضوع الزرع؟ لا، نحن ما عندنا عمر معين، مجرد ما انا ثبت عندي النمو الفكي، عرفت تجاوز مريضنا نهضة النمو، عرفت شكل فكه كيف وحجمه كيف، انا فيني ازرع له. طيب دكتور خلينا نحكي عن اخطاء الشائعه اليوم بموضوع زراعه الاسنان، من متابعتك لهذا الموضوع بنعرف قديش التقنيات وخصوصا بعالم طب الاسنان عم تكون متطوره والاجراءات عم تكون مختلفه كل فتره وفتره. كأخطاء شائعة، أكثر خطأ شائع ممكن نشوفه بصراحة ونتيجة اليد الممارسة غير الخبيرة، ممكن تظهر أخطاء على المدى القريب لأنه المريض يحس بنمل بشفته، أحيانا في بعض العمليات ممكن طبيبنا بالفك العلوي يتجاوز الحاجز الأنفي ويطلع ضمن الأنف، في كتير ممكن يصير معنا كتير اختلاطات على المدى القريب، هاي أخطاء بتظهر نتائجها بشكل كتير سريع، ممكن من ثاني يوم يحس فيها مريضنا. أما على المدى البعيد فهي الأخطاء اللي بتكون نتيجة مشاكل تعويضية، طبيبنا ما كان عنده رؤية كافية كيف بده يتم التعويض بعد الزرع، نزل زرعاته بمحاور أو نزل زرعات بمحاور مانا دقيقة أو نزل زرعات بعدد غير كافي، هي كلها ممكن تعمل لي مشاكل تعويضية للمدى البعيد. بالإضافة لمريضنا لازم أيضا يكون يعتني بالصحة الفموية، يمارس عادات صحيحة للزرعات السنية، يهتم بنظافة التعويضات كرمال ما تؤدي لمشاكل لاحقة بعدين. طب دكتور أحيانا بتيجي حالة أنه هو بده كل الأسنان زراعة مع الأدراس مع كل شيء، يعني اليوم ممكن تكون كموضة أنا حابب اليوم أزرع كل شيء أو لا، لازم يكون في حالة مرضية اليوم أنا خلتني ألجأ أني أنا اليوم بدل كل أسناني. نحن كأطباء أسنان المبدأ الأول اللي تعلمناه بمدرسة طب الأسنان هو المحافظة على النسج السنية السليمة، ما دام وصلنا قابل للعلاج نحن ما بنلجأ للزرع السني، بلجأ للزرع السني بس صار عندي فاقد سني، بفقدان الأسنان بلجأ للزرع السني، أما ما دام في احتمالية للمعالجات طبعا هذا موضوع متنوع، يعني مثلا إذا قيمت هذا السن تعبت فيه كثير وبدي اخسره بعد سنتين وممكن يؤدي لي لخساره عظميه معينه، هون ساعتها بتداخل عليه. اما فكره انه ازرع بس لمجرد زراعه الاسنان لا، هذا الكلام ما هو منطقي. مؤلمه العمليه دكتور بشكل عام وهل هي دائمه؟ يعني اذا حصل طبيبنا عتبه التخدير المطلوبه للمريض فهي غير الميه بشكل كامل ضمن عمليه الزرع وبعدها. طبعا اكيد زراعه الاسنان دائمه. تمام. خلينا دكتور هيك ولو مفصلا يعني نعطي نصائح أخيرة بما يخص موضوع زراعة الأسنان أو إذا في نقطة بتحب تدوي عليها ونحن ما سألناك عنها تفضل. تمام. أول شيء ننصح كل مرضانا إنه ما يتأخروا بعملية زرع الأسنان لأنه كل فترة تأخير عم تتقابل بفترة امتصاص عظمي أكبر
هو عم يخسرها. النظافة الفموية بشكل عام ممكن نهتم فيها ونحافظ على الزرعات طبعا. وشغلة كتير مهمة بدنا نركز عليها هي تنظيف حوالي الزرعات والروائح الكريهة اللي كتير عم نسمعها، هي طبعا أكيد ما أنا من الزراعة، الزراعة مغروسة بشكل كامل ضمن العظم. معناتها دكتور هي بتسبب رائحة كريهة؟ لا ما بتسبب زرع السنية، بس الزرعات السنية ما بتسبب. بس التعويض فوق الزرع السني ممكن نتيجة تراكم لويحة، نتيجة انه التعويض ما كان منطبق. واهم شيء اهم شيء الاهتمام بنظافته، استعمال الووتر جيت اللي هو جهاز بيضخ مي تحت الزرعات وبينظف لي تحت التعويضات عفوا، وبينظف لي كل هي الشغلات اللي ممكن تتراكم من لويحة وطعام وغيره. واستخدام الخيوط السنية طبعا بشكل الصحيح طبعاً، وليس بالشكل الشائع اللي عم يؤدي لنا لمشاكل. تعمل تجريح باللسه اذا كان استخدامها اكيد غلط. استخدام الخيوط السنيه بشكل خاطئ ممكن يعمل لي تراجع للسه حتى. طيب. شكرا دكتور لكل المعلومات اللي اليوم استفدنا منها بوجودك معنا. بدنا نشكر وجودك لليوم الدكتور محمد تمام رحال، اخصائي في زراعه وتجميل الاسنان. سعد صباحك. صباحك يا رب.